أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما كان صلاح هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وبعد، إخوتي الكرام، وداعا رمضان، وداعا رمضان. رمضان ليتك كنت عاما كاملا، يا واحد الخيرات للإنسان، يا موكبا يزداد فيه إيمانا، يا عين جودي بالدموع وردعي شهر الصيام تشوقا وحنانا. قد كان شهرا طيبا ومباركا ومبشرا بالعفو من مولانا، شهر يستجيب الله فيه لمن دعا، ودليلنا قد جاءنا قرآنا، شهر به الرحمن يفتح جنة للصائمين ويغلق النيران. مرت لياليه الجميلة مسرعة كطيف يهوي رحمة وحنانا، يا عين جودي بالدمع من أسف على فراق ليالي ذات أنوار، على فراق ليالي ذات أنوار، على ليالي لشهر الصوم ما جعلت إلا لتمحيص الآثام وأوزار. ما كان أحسننا والشمس مجتمع منا المصلي، منا المصلي ومنا القارئ القارئ، فبكوا على ما مضى في الشهر واغتنموا ما قد بقي إخوتي من فضل أعمالي. مضى رمضان، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر، فيا ليت شعري من المقبول فنهنيه ومن المطرود فنعزيه. وداع رمضان. ثانيا، بشرى لمن صام رمضان. هنيئا لك يا من عقبت هذا الشهر المنصرف بانفاسك الذاكيه بطاعه الله تبارك وتعالى. هنيئا لك يا من صمت نهار رمضان، ويا من قلت لله تبارك وتعالى ايمانا واحتسابا. فانت ايها الصائم عند الله لك منزله افضل من الشهيد. فعن ابي هريره رضي الله عنه قال: اسلم رجلين من بني من قضاعه مع النبي صلى الله عليه واله وسلم، واستشهد احدهما وتاخر الاخر سنه كامله. يقول طلحه بن عبيد الله رضي الله عنه: اريد في المنام بان الذي تاخر سنه كامله ومات بعد الشهيد ادخل الجنه قبل الشهيد. فتعجبت بذلك. اصبح في الصباح فقال: يا رسول الله، لقد اريد في هذه الليله بان الذي تاخر سنه كامله ومات بعد الشهيد ادخل الجنه قبل الشهيد. فقال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعجب يا طلحه، اوليس الذي تاخر سنه كامله ومات بعد الشهيد وادخل الجنة قبل الشهيد، أليس قد صام بعده رمضان وصلى لله كذا وكذا من السنة؟ اسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الفرق بين الصائم والشهيد كما بين السماء
والأرض فهنيئا لك. ثالثا الاستقامة، طريق أوله الكرامة وأوسطه السلامة وآخره الجنة. تلوت الآن قول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. استقم على الصيام، استقم على القيام، استقم على ود القرآن، استقم على طاعة الرحيم الرحمن، واعلم بأنه صحابي جليل يقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال له الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. وأخيرا أوصي نفسي وإياك بصلة الأرحام، فالله تبارك وتعالى يقول: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. إلى قول الله تبارك وتعالى نتيجة عن صلة الأرحام: والملائكة يدخلون عليهم، أي في الجنة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. واعلم بأن رحم من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. والرحم معلقة بالعرش، فوقف فقال الله له: أما ترضين أن أصل من وصلت وأقطع من قطعني؟ فأوصي نفسي وإياكم في هذا اليوم الكريم المبارك بصلة الأرحام، وأحذركم من إطلاق النظر إلى الحرام ومن التصافح للمرأة الأجنبية عنك، فربما أتى إلى بيت عمي فأسلم على عمي، هذا حق، لكن البعض يسلم على العم وعلى قارب العم وعلى بنت العم، ثم يذهب عند الخال ليسلم على الخال وعلى الخالة وبنت وبنت ليه الخالة. الخالة يجوز أن تسلم عليه، تذهب عند الخال، لكن لا يجوز أن تسلم على زوجة الخال ولا على بنت الخال. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في مفرق رأسه خير له من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له. هذه تذكرة مختصرة، وأسأل الله أن يجعل لنا فيها العبار والعبر، إنه على كل شيء قدير. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لي ولهذا الجمع ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا ولدا بيننا إلا هديته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا طالبة لنا إلا نجحتها يا رب العالمين. اللهم ارزق أولادنا شبابنا وبناتنا التوفيق، وارزقهم ما يرضيهم عنك يا رب العالمين. اللهم ارزقهم ما يرضيهم بفضلك ومنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم اجعل مصرنا بلد الامن والامان وسائر بلاد الاسلام والمسلمين. اللهم ارفع قصر القلاء والوباء والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حرر المسجد الاقصى من درس اليهود. اللهم حرر المسجد الاقصى من درس اليهود. اللهم كن لاخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم اشف مريضهم، اللهم آوي طريدهم، اللهم داوي جرحاهم، وعاف مبتلاهم، اللهم عاف مبتلاهم، اللهم تقبل شهداءهم. كل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.